جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. يا محمد يا جد الحسنين، سألتك بالصحاب، اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين، سألتك بالصحاب، اشفع فينا يا نور العين. يا محمد بيك فرحنا، يا محمد بيك فرحنا، بيك سعدنا وبيك ربحنا، بيك سعدنا وبيك ربحنا. استرنا انت الستار، اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسنين، سألتك بالصحابة، اشفع فينا يا نور العين. يا سيدي هاجد اشواقي، يا سيدي هاجد اشواقي، وكرك هما رفاقي، أشواقي، يا سيدي هاجد أشواقي، أذكرك هما رفاقي. مرحبا في جوهر اف ام، الميسره نتاع زغوغو. تقريبا قداش الاسوام؟ العادي والنظيف الحاضر 15000. يعني ملح ب 15000؟ فما انواع، فما المسوم النظيف وفما العادي. بالنسبه للفريوه واللوز، الفريوه الحمراء 15000 كيلو، البيضه 17000، الفستق 48000، البندق 65000، ولك جو 20000. فما اقبال من العباد عشان يعني الاقبال، مثلا عم ناول يشري 200 غرام سنه 200 غرام ولا يشري اقل؟ كيف الاقبال. وبالنسبه للسلع متوفره السلع، ما فماش صعوبات لاباس؟ خير من عم ناول. يا سعد اللي صارك مرة ومتع العيني، يا محمد اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا بيك. كيفاش تطيب العصيدة؟ كيفاش تطيبوها انتم العصيدة وخاصة العصيدة القروية؟ العصيدة القروية ولا فما انواع، فما شكون كيفاش يحب يطيبها. اما العصيدة نتاعي انا ولينا نعمل فيها معناها الوصلة العاديين، ما عادش نكعب صفية وكذا. طبعا زقوق وعليها فالفارينة، معها يعني سليق، معها سكر، حركة تقعد ساعة وتحرك فيها معناتها بالمرتاح. واللي يحب يزينها كل واحد شي يحب يزينها، باش تزينها. فما اللي يحب يزينها بالبيستاش، فما اللي يحب يزينها باللوز، فما كل واحد باش يحب يزينها، كل واحد وزينته يحب. بالنسبة للسوم تمام، باهي ولا غالي شوية تاع زقوق؟ بالنسبة للصويني ماشي رخيصة، نحس عادية سوم بالبريسك لوست العاديين، فهمت؟ عادية سوم عادي خلصوا. وعادات القراوة في المولد، عفوا اللي البلاد تتزين والضو يشعل، زاد هذول يزوروا بعضهم العباد. بالطبيعة يزوروا بعضهم ويهزوا بعضهم ويعبطوا، يعبطوا كل واحد يحسب يعبطوا. يعبطوا صحة الله، يعبطوا الفرحان، يعبطوا يهزوا بعضهم ويعبطوا يدوروا ويطوسوا يدوروا. قداش من صحفة تاكل؟ والله كل واحد وش يحب، فهمت؟ أول نهار فما اللي ياخذ كعبتين، فما اللي ياخذ كعبة، كل واحد وش يحب. يظهر لي زاد القروين معروفة اللي عندها البخور خاص بها، هي يعني أنواع الأهم أنواع البخور في القروين. وشق ديد، فما يقولوا الجيوي هذا ولا؟ فما الجيوي. فما بخورات خاصة بالمولد، بخورات خاصة بالعروسات ولا الكل كيف كيف؟ وشق عنا وشق وديد، هذوما هما اللي نحطوهم نستعملوهم في المولد. وينحيوا العين هذا؟ أكيد إيه، خاصة على القروين أكيد. أي بيه، مرحبا. الحبيب اللي نحبه سيدي شافع البرايا، سيدي شافع البرايا،
أشهد أني أحب أشهد أني أحب بركته دايما معايا بركته دايما معايا أنا عاشق من أزور أنا عاشق من أزور القروية المول في القروية في عادات إنه يكتسي صبغة خاصة إنه أهالي المدينة يحتفيوا بهذا المولد النبوي الشريف من خلال تجهيزات وتحضيرات إنه يعتبر كأحد الأعياد يعني احتفالية كبيرة ياسر من ناحية إنه تحضير الدار والتزيين وتزيين الشوارع واستقبال الضيوف اللي يجيوا من خارج المدينة وفما كيف ما مناسبات عائلية تصير مناسبة المولد النبوي الشريف كما حفلات الختان ولا حفلات صداق او حتى حفلات لهدية العروسة انه فما العروسة تعرف فما المواسم يهزوا الموسم تاع النحاس يهزوه العروسة معنا دار العروس يمشيوا لدار العروسة بمناسبة المولد النبوي الشريف ويهزوا الهدية هذية وكما اي مناسبة اخرى عندها طابع الديني بتاعها المولد النبوي الشريف كيف يتم تجهيز اطعمة خاصة به كما تو في تونس الكل يحكيوا على عصيدة الزقوق لكن ما نساوش العصيدة البيضة اللي نعرف نحن فما الضياف اللي يجيو معنا من خارج مدينة القيروان باش أهل القيروان يستقبلوهم في ديارهم ويحضروا لهم العصيدة فكدلالة على الكرم والاستقبال وحسن الضيافة زلاف كيف كنا نحكيوا على انه الصناعة التقليدية تنشط كما الزربية كما النحاس كما برشا حاجات كما فما خبز خاص بالمولد هذا خبز زمني قديم هذا تعمل معناها في عجينة خاصة انه فيها مطعم ومذاق خاص يتعمل كامل بمناسبة المولد النبوي الشريف فقط هذا من بين الحاجات اللي يحتفي بها المولد النبوي الشريف اللي يقعد ديما عنده مذاق خاص مدينة محمد الكريم محمد الكريم جوهرة FM الدنيا وما فيها